رقمي. عندنا زي معمل طلبة هندسة وطلبة فنون، والناس المبتكرة اللي حابة تعمل منتجات أو تعمل منتجات أولية، فبيجوا عندنا بيشتغلوا على المكن أو يستخدموا عمل إلكترونيات أو ورش نجارة بحيث يطلع مشروع التخرج بتاعه. فلما جينا نفتح نبدي من 2011 كان لنا مقر في الإبراهيمية، وبعد كده نقلنا هنا وحبينا نشتري سي ان سي راوتر بس. فاحنا كنا بندور بنعمل مقارنات بين المكن الصيني والمكن اللي متجمع في مصر، وكان في أكتر من شركة، فقعدنا عم نعمل كومباريزون بين المكونات المكن كله. لقينا إن سيمبلكس بتوفر حاجات مش موجودة عند ناس تانية زي شنايدر مثلا، كنترول كان أفضلهم بالنسبة لنا شركة سيمبلكس، يعني كمواصفات وكسعر وجودة وخدمة ما بعد البيع. كمان خدمة الصيانة، يعني احنا سألنا ناس كتير جبت المكنة عندكم، قالوا لنا لا الصيانة ممتازة والناس بتعدي كل شهر من غير حتى ما تكلمهم، يعني متشيك على المكنة، وفي صيانة ربع سنوية كمان في الضمان، وفي عقد صيانة بعد الضمان، فبالتالي الشركة ما بتسيبش أي حد بيشتري المكنة، لا بتفضل وراه. وأنا برضه حصل لي موقف بعد انتهاء الضمان بثلاث شهور، حصل لي مشكلة في البورت بتاع الكنترول، قيمة الكهرباء جت زيادة فحرقت لي بورت، وكان الليمت سويتش مش شغال، واتصلت بالشركة مع إني ما كنتش مجدد عقد الصيانة، المهندس جه صلحها وما رضاش ياخد حاجة يعني. لأن السبب سهل يعني، ودي من الحاجات اللي فكرها كويس لشركة سيمبلكس يعني. بصراحة في ناس مهندسين ديكور يطلب رسمة معينة نرسمها له على الأرض كام، بعد كده نطبقها له 3D، فلما عملناها على خشب معين اسمه خشب مهوجنو، خشب فرنساوي، طلعت بدقة ممتازة بصراحة. فدي أكتر حاجة أثبتت لي إن لا المكنة بجودة عالية ومكنة صناعي. ما يهمنيش المكنة، اللي يهمني صيانتها، يعني أنا مش هجيب مكنة ويحصل فيها مشكلة وبعد كده أدور على مستورد عنده قطع غيره ولا لا، يهمني إن أنا وقت ما تعطل أجي ألاقي حد بعديها بيوم يومين بالكتير يجي يصلحها لي، مش يقول لي لا انا ما عنديش قطع غيار واستنى بقى ودور. فلازم الاقي مكنه منتشره، مكنه موجوده، مكنه فيها خدمه ما بعد البيع، فاستنى شهرين مش مشكله بالنسبه لي، بعد كده الاقي حد يصينها، يعني الصيانه دي حاجه مهمه يعني بالنسبه لي. فده كان سبب كمان لما بتلاقي حد هو بيجمع المكنه فبالتالي هو فاهم فيها، يعني غير مستورد مهما كان برضو بياخد وقت مع بال ما يفهم المكنه اللي هو جايبها، غير لما واحد بيجمعها فلو اتكلمته على عيب هيبقى فاهم، غير واحد لسه عنده مكنه جاهزه ومجرد بياع. كمان خدمه التدريب، يعني كان في كورس ارت كام موجود في الشركه فور فري على المكنه يعني. يعني احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بقى لنا سنتين شارين المكنه، واي مشكله بسال على السوفت. ايه الليزر الاول، فقلت ايه اجيب ليزر، فقعدت اقارن بين الليزر والراوتر، لقيت ان الراوتر بيعمل يعني شغل احسن من الليزر يعني. قعدت ادور على الشركات اللي موجوده في السوق كلها من جهه الصيانه، القطع غير المتوفره ولا لا، قعدت عملت يعني زي دراسه جدوى، فعرفت بقى ان احسن شركه سيمبلكس. رحت المعرض بتاع ماكتيك 2015، فقعدت ادور على شركه احسن مواصفات المكن واحسن، حسيت بقى ان كل حاجه متوفره في سيمبلكس يعني. قلت لهم انا عايز اعرف
يعني كل حاجة عن المكنة يعني نفسها. فجالي جولي بتوع المبيعات لغاية اسكندرية لغاية البيت شرحوا لي الموقع كل حاجة، فربنا سهلها واشتريت المكنة. والله بالنسبة للصيانة أنا كنت بطلبهم بيقولي في نفس اليوم، يعني حتى لو من القاهرة كان بتصل بيهم على طول لو حصل أي حاجة كشغل المكنة. فطبعا دقتها طبعا مفيش حد يتكلم يقدر يتكلم عن أي حاجة. فأنا اقتنعت بالمكنة الحمد لله، واقتنعت بسيمبلكس، فروحت اشتريت.